السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا دايما بخير. النهاردة نعمل بإذن الله مع بعض كارت معايدة ينفع لكل المناسبات من قماش وكوخ. يا رب ان شاء الله الفكرة بتاعت النهاردة تعجبكم. خليكم معايا نشوف هنعمل ازاي ان شاء الله. الخامات اللي انا هستخدمها معاكم هي ان شاء الله خامات بسيطة جدا. اول حاجة انا هستخدمها معايا قماش وكوخ، طبعا حسب اللون اللي انت تحبين. استخدم انا بحب ان انا هعمل له بطانه عشان يبقى زي بره بالظبط، ورقه جلاده بتاعت كتاب قديم عندك يعني عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، ودوت ورق من اللي هو الورق اللي هو بتاع الوسائل دوت اللي كنا بنعمله لاولادنا. برضو انا هاخد قطعه صغيره جدا لان انا عايزه اعمل زي الشكل ده كده بالظبط، فانا عايزه اعمل اللي هو الجواب من جوه اللي انت هتكتب فيه كارت نفسه. تمام. طبعا دي الادوات اللي انا هستخدمها. هستخدم اذا كنت انا هشوف انا هزوقه بايه، فانا طبعا هزوقه عندي بشريط صغير جدا كده من الاول. طيب وبعدين انا هستخدم برضو معايا الشريط اللي انا هعمل اللي هو بيه الشنطه زي مثلا ده كده زي ما حضراتكم شايفين. بس كده خلاص، مش هستخدم اكتر من كده. وتعالوا يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا كنا مع بعض بنقول هنعمله ان شاء الله. انا كنت عامله الشكل ده قبل كده، فانا باخد المقاس بتاعي. انا كنت عاملاه هنا، كنت عامله 10 سنتي في الطول المجوز بتاعه، يعني الطول كعموما كله من اوله لاخره كان 21 او 22 على حسب ما انت حابه، يعني مش هتفرق عموما الطول دوت حسب رغبتك انت. فانا اخدت نفس المقاس، فانا جيت هنا برضو عملت الشكل بتاعي مجوز كده، فطلع هنا عندي 12. فهاخد الجزء اللي عندي دوت 10 زي ما اتفقنا. وطبعا في دوت انا المقاس اللي انا هقيس عليه هو ده اللي بتاعي، مش هقول هسيب سنتي او نص سنتي لان انا هلزق على الاطراف، وانا عايزه الشكل اللي هو بقصه بالمقص المشرشر علشان الشكل. فانا هنا عندي هاخد هسيب سنتي واحد بس اهوت، عشان انا حابه الشكل عندي يكون المقاس ده. طبعا كل واحد حسب الكارت حسب المقاس اللي هو حابه. فانا هاجي كده، انا قصيت خلاص الشكل اهوت عندي بقى تمام، الزجزاج شغال من كل الاتجاهات. فهاجي هنا انا عايزه اعمل قبل اي حاجه، انا هعمل اليد بتاعت الشنطه اللي عندي بتاعت الكارت، فهعملها كده علشان تعرفي المقاس. انت بتيجي عند طرف واحد بس وبتثبتيه من عند الطرف كده، وبتيجي عند التاني برضه نفس الكلام هتعمليه، من الناحيه التانيه نفس الكلام، وهنلزقهم وهدولك ازاي. ولزقنا هنا كده مع بعض، وهاجي برضو نفس الكلام اهوت وهلزق الطرف التاني. طيب خلاص كده انا لزقت اليد بتاعت الشنطه بتاعت الكارت، هتنيها كده بس عشان اعرف اتكي هنا كده على القماشه من هنا كده عشان اعرف ان ده المنتصف. انا هعمل باللزق لغايه المنتصف بس، فهاجي عند الاطراف بالظبط اهيت، واجي عند المنتصف نفس الكلام واقف. من هنا نفس الكلام برضو، حاجة بسيطة جدا، لان الميزة بتاعت قماش الكوخ ان هو من اقل حاجة بيلزق، مش محتاج شمع كتير يعني. بس خلاص كده انا بالنسبة لهنا خلاص كده خلص الشنطة عندي اهي بتاعت الكارت. طيب نزوها برضو من بره معاكم حسب الشكل اللي انت حباه. انا كنت عاملة في الشكل ده، في ممكن الشكل دوت، في الشكل ده، على حسب ما انت حابه. فلو احنا مثلا افترضنا انا عايزه اعمل الشكل دوت اهوت، فهاجي هنا كده وهقص الجزء من هنا، هسيب مسافه صغيره وهقص هنا كده وهاخد المسافه بتاعتي اهي وهعمل من هنا كده. طيب هلزق الشمع اهوت معاكم، خلاص كده بأي حاجة بسيطة عندك انت موجودة في البيت. انت احنا طبعا متفقين ان احنا هنعمل حاجة بسيطة ورقيقة بالمكونات اللي موجودة عندك في البيت، يعني انت مش هتشتري اي حاجة من بره اهيت، حاجة بسيطة خالص رقيقة برضه نفس الكلام، ده حسب ذوقك ورغبتك انت. كده الكارت بتاعي الشنطة بتاعته انا خلاص خلصتها. انا عايزة اعمل بقى الجزء اللي هو ده زي ما احنا اتفقنا، بقيس المسافة ديت وبقلل عنها سنتي علشان اقدر ان انا زي ما اتفقنا هنا كده بفتح الشنطة بتاعتي اهيت، وبدخل فيها الكارت بمنتهى السهولة اهو. فانا بشوف المسافة اللي هنا دي بقلل هنا سنتي وبقلل هنا سنتي عشان يبقى المسافة بتاعتي.
احنا متفقين ان ده كان 10 سنتي، فانا هقلل، فانا يبقى اذا دوت هاخد من هنا كده عشان يبقى المقاس عندي مظبوط، هيبقى حوالي 8 سنتي، في سنتي من هنا وفي سنتي من هنا، فانا هاخده هنا، هيبقى العرض 8 والطول بتاعي على حسب المسافة برضو نفس الكلام مسافة يعني، فانا هاخده معايا هنا كده 8، في الطول بتاعي هاخده مثلا 16، فانا خدت هنا المسافة هي زي ما اتفقنا، ديت الكفر بتاعها اللي هو من بره، بجيب ورقة كراسة عادية جدا عشان يبقى فيها ان انت تبقى فيها سمك يعني، بقيس مقاس اقل منها بالسنتي علشان خاطر انا هتنى عليها على القماشة كده بالظبط، فداري الورق بتاعتي ديت لانها طبيعي كده كده مش هتبان، هعمل كده برضو نفس الكلام من هنا، كده برضو هي وهغلفها هي زي ما انت شايفه كده بمنتهى السهولة ومفيهاش اي حاجة خالص اهي، فك عليها جامد بس مجرد بس ما هتلزق خلاص كده، احنا زي ما متفقين احنا هنعمل الشكل بتاعي زي ما كنا بنقول، فانا هجيب اللي هي الكتابة اللي انت هتكتب عليها زي ما اتفقنا ان دي ورق من الورق بتاع الوسائل، احنا اهوت هنيجي نجيبها على الاطراف بتاعتها بس كده اهي، وهتلزقي الشكل الورقة بتاعتك اللي هي بتاعت الكارت اهي بمنتهى السهولة خلاص كده، يدوبك على قد المقاس بالظبط خلاص، وبتبدأي ان انت تتنيها بحيث ان بقى الكارت خلاص كده اهوت، هنا تكتبي فيه اللي انت عايزاه وبتقفليه هنا كده، وبعدين انت خلاص خلصتي، يا رب فكرة الفيديو تكون عجبتكم، خلاص كده اهوت بقى عندي كارت جميل جدا بشنطة، يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبوا في التعليقات ومنسوش الاشتراكات والتفاعل معايا ان شاء الله مع الفيديو واللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.